خير ورمضان كريم على الأسرة اللي الله أكبر على كل الأسر المصرية والأسر الله أكبر العربية. الله أكبر. بما إننا في الأهلي في رمضان، يبقى نستأذنك نبتدي معاك وبذكرياتك مع الأهلي في رمضان، وبعد كده بقى عندنا ملفات كتير هنفتحها وحكي كتير هنحكيه مع حضرتك. يمكن الأهلي في رمضان احنا دايما كنا يعني الأهلي باحتكاكاته بماتشاته بالأخص وخصوصا ماتشات في أفريقيا، كان ده دايما الماتشات بتبقى اللي هي ساعة الفطار، كان دايما صعب من قوي. الكواليس سفريات ومشقة السفر سفريات، في فساعات ممكن نلعب كوت ديفوار في بنلعب أسك في أبيجان مثلا، بنلعب ترجي في تونس، ماتشات بتبقى صعبة جدا ومنافسات قوية جدا. طبعا دي صعبة من كل النواحي الحقيقة. طبعا. منافسة شديدة جدا ومنافسة كبيرة جدا، وخصوصا ان انت دايما داخل النادي الاهلي بتبقى مطالب بالبطولة دايما، فطبيعي بيتحط عليك ضغط كبير جدا. عشان كده كان مستر مانويل كان متفاهم بشكل كبير جدا الفترة اللي احنا كنا فيها ان احنا بنلعب واحنا صايمين، يعني كان هو دايما بيدينا حرية الاختيار، وكان دايما اللي معاه في الموضوع دوت ابو تريكة، يعني كان ابو تريكة من اقرب الناس ليه. فكان مستر مان كان بيحب ان احنا نبقى فاطرين نفطر عادي وبتاع، كان ابو تريكه بيوضح له الصوره ان احنا يا لا اخي انت لازم. كنت حاضر الاهلي في مرحله طبعا ولا احلى طبعا كانت ولا كلها اجمل. بطولات، كانت كلها بطولات وانجازات، كانت لعيبه كبيره، كانت القوام الاساسي منها منتخب مصر زي ما بنشوف دلوقتي، القوام الاساسي بتاع منتخب مصر من النادي الاهلي دايما، ده بيحط مسؤوليه على عاتق اللعيبه الكبيره، وخصوصا ان انت دايما بتبقى مطالب ببطوله، فدي كل مقومات البطوله اللي كانت بتبقى من خلال مجلس الاداره، من خلال اللعيبه اللي بتوصل للجهاز حتى الفني. اي مدير فني انا بشوف بقول انه بيمسك النادي الاهلي عليه ضغوطات كبيره جدا، ان هو مطالب بيخش في اي بطوله فلازم تحققها وتاخد البطوله. صحيح. فاعتقد حتى كمان الفتره اللي احنا كنا فيها في افريقيا كانت الفرقه كلها جامده، كنا بنلعب الترجي، بنلعب اسك، بنلعب القطن الكاميروني، بنلعب الفرقه دي كانت كلها جامده، نجم مش مجرد الساحلي كانوا جامدين، ده كانوا في اجمد حالاتهم اصلا في المرحله الزمنيه دي. كانوا اجمد حالاتهم وبياخدوا دوري في يعني فرقه بتاخد دوري في بلدها. فاعتقد ان يعني الفتره دي لا اللعيبه الكبيره حتى اللي كانت موجوده وابرزهم طبعا كان ابو تريكه وبركات وشادي محمد، ومع احترامي للالقاب وحوا حضري وكل اللعيبه، محمد شوقي، متعب، فلافيو، كل اللعيبه بصراحه عشان ما انساش حد، كانوا موصل لنا احنا حتى اللعيبه اللي كنا صغيرين لا في احنا بنلعب دايما على البطوله. طبعا بتشوف حتى كلام مجلس الاداره لما طبعا كان الكابتن حسن حمدي موجود وكان الكابتن الخطيب نائب، دايما كلامهم خلاص انت عينك على البطوله، انت خلاص بتكسب حتى مباراه هي صفحه وقفلت وبعد كده عندك المباراه اللي جايه، حتى لما بتاخد بطوله بيقول لك لا تدور على البطوله اللي بعدها. فهي دي سمات النجاح داخل النادي الاهلي اكيد. طب احنا في كواليس طبعا يا كابتن احنا عارفينها، وكواليس صعبه ومباريات صعبه، نهائي طبعا الاهلي والقطن الكاميروني اكيد دي مباراه لن طبعا تنسى. طبعا. عايزينك اكتر تقولنا عن كواليسها، ويعني احنا عارفين ظروفها كمان كلها كانت مختلفه وصعبه، فلو نعرف منك اكتر يعني انت كنت اكيد شاهد على كل حاجه فيها. كانت 2008 الكلام ده. كانت 2008 وحتى انا لعبت برضو من اصعب المباريات، كانت نهائي النجم الساحلي كاس السوبر الافريقي برضو كان 2007 طبعا. كنا بنلعب في اثيوبيا، وانت عارف في اثيوبيا فوق خط سطح البحر بحوالي كيلو او حاجه، فكانت حته التنفس كمان بتبقى صعبه جدا، حتى الملعب اللي كنا بنلعب عليه كانت ارضيته بتبقى صعبه جدا غير الملاعب اللي بنشوفها دلوقتي، فكانت كل في ظروف كتيره ضدك، الحر، حته الحر، حته ان احنا برضو كنا مع ضغط المباريات بنضطر نسافر قبل المباراه ب 48 ساعه. ما بتلحقش لما بتخلص ماتش هنا في مصر وبتخلص ماتش في بلد تانية، وبعد كده بتضطر تنزل ترانزيت، وحتى كمان السفر في افريقيا صعب جدا، يعني صعب جدا. صحيح. في غانا، في كوتوفوار، حتى الطيران الداخلي بيواجه صعوبات بشكل كبير جدا. يمكن دي كانت من المباريات القطن الكاميروني دي اللي حصل لنا فيها مشكله في الجو في الطيران، وكانت الطياره هتخبط في طياره تانية. كانت دي كان معانا كابتن حسن حمدي كان رئيس بعثه، وكان حصل لنا مشكله ان الطياره في المطار، واحنا بننزل في المطار احنا شفنا في الشاشه ان في طياره تحت معديه. يا ساتر يا ساتر. كنا فلو كان طب ده جزء المعاناه، الجزء المرح بقى في الحكايه كان ايه؟ اكيد برضو لا اكيد في حاجات ما تتنسيش في ذكرياتها. هو كان لازم الجزء المرح في القلب. هو كان لازم الجزء المرح، وده كان اللي هو البطل بتاعه بركات، يعني طبعا محمد بركات. طبعا احنا كل جيل من الاهلي بيبقى ليه بطل في المرح، احنا عندنا كده بركات، سعد سمير، يعني بيبقى عندنا الحقيقه عفروت شويه دلوقتي كهرباء. صحيح. فلا لازم حد يكون بيفك الفرقه، يعني مش بيفك الفرقه، يعني لازم يخرجك من الضغوطات. زي ما نشوف كهربا دلوقتي في الفرقه، ده كان محمد بركات على طول، يعني محمد بركات على حتى في المحاضرات، يعني مستر مانويل يكون شديدنا جدا
ان احنا داخلين نلعب مثلا اسك في ابيجان ومباراه صعبه جدا والاجواء صعبه والملعب صعب، وتلاقي بركات داخل بيهزر في المحاضره مش جو هزار خالص. ايوه وسرعه بديهه وسرعه رد بيجي مستر مانويل بص ما تشوفش بركات ولا كانه بيعمل حاجه. ده جزء من حلاوته، خلي بالك الجزء امبارح خلاص ما فيش جزء امبارح خالص والله. يعني كنا افتكر انا ماتش واحنا بنلعب اسك في ابيجان، فالفرقه بقى لها 14 سنه ما بتخسرش على ملعبها وكل الظروف ضدنا ومسافرين قبل، وملعب ما كان بيتلعب عليه رجبي مش ملعب 11 اصلا طبعا. فكل الظروف ضدك، ففي المحاضره كان مستر مانويل شددنا بقى من اول ما رحنا ومفيش هزار، تجمع في الاوضه الساعه 10 كله بينام الساعه 10، وفي الاوتوبيس واحنا رايحين حتى التمرين مفيش صوت في الاوتوبيس. فدخلنا يوم المحاضره بقى الماتش بعدها بساعتين لقينا بركات داخل يعني بيهزر وبيرقص في المحاضره والفرقه كلها شاده والفرقه كلها متعه نفسها من الضحك. شفنا من بعيد كده مستر مانو اقسم بالله اختفى طبعا اختفى هو اختفى طبعا. والاوضه لو رميت ابره تسمع صوتها بالمناسبه لما احنا دايما بنقارن بين الازمنه، تعال نقارن كده بين الكواليتي نوعيه اللعيبه يعني في الفتره اللي انت كنت فيها في صفوف النادي الاهلي بالمقارنه بالجيل الحالي، هل ينفع نقارن اصلا ولا كل زمن وليه مفردات وليه خصائص لعبته؟ خلينا نبقى واقعيين ان دايما اي مجلس اداره، وده اللي ما يميز مع احترامي لجميع الانديه في مصر او خارج مصر، ده اللي بيميز مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو دايما اي مجلس او اي رئيس بيبقى موجود هو عارف سياسه النادي الاهلي. مظبوط، نفس المبادئ، عارف نفس السيستم، نفس مزبوط. المبدا ده انا شفته مع كابتن حسام حمدي، وبعد كده شفته مع الكابتن الخطيب اللي هو نفس النهج ماشي، ان هو ازاي بيوفر مقومات البطوله، ودايما بتكلم عن مقومات البطوله مش افراد لعيبه ولا حتى لا، بتبقى سياسه نادي. سياسه نادي صحيح. ان هو بيوفر لعيبه كواليتي، لعيبه يقدر يعمل اوضه لبس تقدر تساعد على البطوله، وده اللي احنا كنا ناجحين فيه الفتره بتاعتنا. عشان كده دايما داخل النادي الاهلي هتلاقي حضرتك بتقول جيل بيسلم جيل، زي ما جيل بيسلم جيل في اللعيبه، جيل بيسلم جيل في الاداره، زي ما كابتن حسن حمدي وبعد كده خدها بعد كده كابتن الخطيب. هتلاقي بيحضروا كوادر اداريه، زي ما بيحضروا كوادر مين يبقى كابتن الفرقه في الاوضه، زي ما بيحضروا كوادر اداريه ان هي تقدر تقود سفينه النادي الاهلي بعد كده. فدي سياسه مجلس اداره النادي الاهلي، عشان كده في نجاحات. لكن الجيل بتاعنا كان ما ابرز حاجه فيه، وده اللي داخل اوضه اي لبس، الجماعيه في الاداء. مفيش نجم داخل اوضه لبس النادي الاهلي، مفيش نجم، النجم الفرقه. ودايما كان المجلس بيبلغ اي جهاز فني بيتولى المسؤوليه ده، ان نجم الفرقه. ما هتلاقي في النادي الاهلي مفيش نجم اوحد، الفرقه هي النجم. مزبوط. عشان كده وكان من ابرز الفتره اللي احنا كنا فيها ويمكن الناس شهدت ولمست ده كان محمد ابو تريكه. بس في طريقه التدريب وفي طريقه حط التشكيل وفي طريقه المعامله هتلاقي الراجل مستر مانويل ما بيميزش محمد ابو تريكه. هو عنده جماعيه في الاداء، زي ما بياخد موقف مع محمد ابو تريكه هتلاقيه بياخد موقف مع اصغر لاعب في الفرقه، اصغر لاعب في الفرقه بياخد موقف مع محمد ابو تريكه. فكان ده بيدينا احنا كلنا كفرقه، اذا كان هو بيعمل مع ابو تريكه كده، بيعمل مع بركات كده، بيعمل مع متعب كده، لا يبقى في اللعيبه كلها بيوصل لها رساله. ده اكبر دليل على الاهلي بمن حضر. دايما احنا بنتكلم على فعلا انه ما بيفرقش ما بين نجم وما بين يعني اي حد في صفوف الفريق، فعلا الاهلي بمن حضر طول الوقت. خلينا بقى بذكر البطولات الافريقيه وصعوبتها، داخلين على تحدي ومباراة هامة جدا أمام سيدمان تنزاني، خلاص يعني أيام قليلة جدا بتفصلنا عن المباراة دي، أسبوع تحديدا يوم الجمعة المقبل. النادي الأهلي لو هنتكلم كأداء وكنتائج في الفترة الأخيرة، يمكن الجمهور مش راضي بالشكل الكبير، على الرغم من إحنا طبعا محققين كأس مصر أمام الزمالك في يوم 8 مارس يعني في بداية الشهر الجاري، ولكن بعديها